يزداد الوضع الإنساني في فلسطين سوءا بسبب تسييس المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة. آخر تلك التقليصات ما أعلن عنه برنامج الأغذية العالمي أن الصندوق يحتاج إلى 57 مليون دولار للمحافظة على المستوى الحالي للدعم المقدم إلى 360 ألف شخص في العام المقبل، وإلا سيتم تقليص أعداد العائلات الفلسطينية. هذا أمر يعني يشكل تهديد كبير على المجتمع الفلسطيني ويشكل مخالفة أيضا في استخدام هذه التبرعات الإنسانية والطوعية باتجاهات سياسية سلبية وليست في إطار يعني لا أزمة مالية وإنما محاولة لمعاقبة الشعب الفلسطيني. وتنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج الغذاء العالمي في كافة المناطق الفلسطينية، وتستهدف الأسر التي تعيش ما دون خط الفقر، وهي بحاجة ماسة للمساعدات التي تقدم نقديا وتصرف كل 3 شهور بقيمة لا تتجاوز 300 دولار، ومساعدات غذائية عن طريق قسائم شرائية تموينية. وهنا يحذر مسؤولون فلسطينيون من خطورة توقف برنامج الغذاء العالمي لما له من انعكاسات خطيرة على الأسر المحتاجة. حاليا تقدم المساعدات فقط في المناطق الجنوبية في 5 محافظات اللي هي الخليل ويطا زائد بيت لحم أريحة والقدس. غالبية الأسر هي تعيش تحت خط الفقر الشديد، 15% فقط منهم هم عمليا بين خطين الفقر، يعني ما دون خط الفقر الوطني وما فوق خط الفقر الشديد. لكن في حالة أنها توقفت هذه المساعدات الغذائية، هذا سيؤدي إلى تعميق فجوة الفقر لدى هذه الأسر. وتسعى الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية من خلال خطة الاستجابة إلى جمع 350 مليون دولار لتوفير الإمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل. وحددت الخطة مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة، منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتعطي الخطة الأولوية لما يصل إلى 1,400,000 فلسطيني، معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة. ما يزيد عن 27 ألف شخص لن يتمكنوا من الحصول على ما يقدمه برنامج الغذاء العالمي نتيجة أزمة التمويل. فنتائج مسح أجراه الإحصاء الفلسطيني أشار إلى أن نسبة الفقر في الضفة وصلت إلى 13.9%، وبالطبع ليس هناك قدرة فلسطينية تحد من ذلك أو حتى تسد رمق العائلات التي سينقطع عنها برنامج الغذاء العالمي. ضياء حشية، الغد، رام الله.